دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في ختام دور المجموعات ببطوله الكونفدراليه الافريقيه في الجوله 29 ايضا من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيؤدي طلاب صفوف النقل من سنة رابعة ابتدائي ولحد تانية ثانوي امتحانات شهر مارس واللي تم وضعها بمعرفة موجه المادة. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 8 مباريات قوية في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، من أهمها لقاء فيوتشر مع بيراميدز الساعة 10 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي الجيش الملكي المغربي مع إسكو كارا. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة، هيلتقي ويست هام مع ساوثهامبتون الساعة 3 العصر، والساعة 5:30 هيلتقي مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد.